صباح الخير متابعينا اينما كنتم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليكم نشره الاحوال الجويه المتوقعه نهار هذا اليوم. يزداد نشاط ما يسمى بالرياح الجنوبيه الشرقيه، الامر الذي سيعمل على زياده الاحساس بالبروده رغم عدم وجود انخفاض على درجات الحراره من الناحيه الرقميه او حتى على ميزان درجه الحراره، انما سنشعر ان الطقس اليوم اكثر بروده مما كان عليه الحال في بعض الايام السابقه، كما وستظهر كميات جيده من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفه، الامر الذي سيعمل على حجب أشعة الشمس لبعض الفترات. يعني هذا هو ملخص طبعا الأحوال الجوية نهار هذا اليوم. هناك توقع لوجود بعض الأتربة والمطار مرافقة لنشاط هذه الرياح. الأجواء اليوم كما ذكرنا إذا غائمة جزئيا في ساعة النهار، درجة الحرارة العظمى اليوم كحد أقصى 17 درجة مئوية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومناطق المملكة. نبدأها من الشمال في إربد من 22 إلى 12 درجة مئوية، في جرش من 20 إلى 12، في عجلون من 19 إلى 11، وفي المفرق من 19 إلى 11 درجة مئوية، وجميع هذه المناطق تتوقع أن تتعرض لرياح نشطة. في المناطق الوسطى اليوم في العاصمة 17، الصغرى الليلة القادمة 11 درجة مئوية، في البلقاء من 20 إلى 13، في مأدبة من 21 إلى 10 درجات، وفي البحر الميت من 26 إلى 16 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 19 إلى 10 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية، في الكرك من 18 إلى 9، في الطفيلة من 18 إلى 11، في معان من 19 إلى 8، في جبال أشراء من 19 إلى 9، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى اليوم إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تهبط الصغرى الليل القادم إلى 17 درجة مئوية. والأجواء سواء في الأغوار أو البحر الميت أو حتى خليج العقبة فيها معتدلة في ساعات النهار، لكنها قد تميل البرودة قليلا في ساعات الليل. المناطق الشرقية في رويشد 20 إلى 10، في الصفاوي من 19 إلى 9، وفي الأزرق من 20 إلى 11 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية اليوم في المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.